للأسف سكروا جمعة، فكرنا رح يعملوا حلول، بعد لهلا ما عملوا شيء، قال حطوا عسكر حدا يحميهم جوا بالمصارف. للأسف يعني هلا بدها تصير جرائم أكثر بقلب المصرف، إذا رح يحطوا عسكر ومسلحين جوا يعني نحن رح نفوت بسلاحنا هالمرة. شوف إذا فاتحين ولا لا، طلعوا مش فاتحين. بالوقت اللي بنك تاني قالوا لي بتجي بس على موعد، فكل واحد بعدنا الفوضى بأخذ القرارات والاستفراد بالقرار على حساب المواطن على طول، يعني بيأدي حاجينا مصرياتنا من أكثر من 3 سنين، والمزاجية مستمرة، ويا فرعون من فرعنك ما لقيت حدا يردني.